إذا حديثنا اليوم جزية على المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل وما أكثرها، والأسوأ أنها موجودة في المستحضرات اللي نستخدمهم بكثرة، ليس كذلك؟ إحنا نستعملهم يوميا، ما نستغناوش عليهم. وللأسف شديد كاين بزاف المواد الكيميائية اللي متواجدة ومحظورة، ولكن نلقاوها في المتواجدة في الأسواق. نحذروا من أهمها فقط، نبينوا نقاط يسمى اللي لازم يتفاداوها النساء. أكيد في انتظار جاهزية الصور اللي كنا وجدناهم لك الأسبوع الماضي، لكن ما قدرتيش تجينا بسبب سوء الأحوال الجوية. معليش ما فيها والو، اليوم راح نعوضوا هذاك الفراغ تاع الأسبوع الماضي. إذا مواد محظورة لكن متواجدة في كثرة في الكريمات، وحتى في الكريمات المعروفة بسيسي كريم، أليس كذلك؟ اللي نستخدموها يعني يوميا للأسف، وعليها إقبال كبير نظرا للترويج تاعها، الناس كامل تروج لها. إيه كاين بديتي لي بكريمات تاع سيسي كريم وبيبي كريم. سيسي كريم راهي شويه دات غلبت بيبي كريم مؤخرا، ما يستعملوها اكثر خاطش نقدروا نلقاو فيها واقي الشمس وكريم اساس وكريم مرطب وخافيه للعيوب موحده للون البشره. يعني نلقاو التركيز عليها بزاف، ويستعملوها بزاف النساء. وتقدري تقولي ما يستغناوش عليها، يغدو يستغناو على اي منتج بصح هي ما يستغناوش عليها. صحيح، فيها مواد كيميائيه خطيره. فيها اهم مادتين الاكريلاميد والاوكسين بنزون، هذو الزوج هما اللي لازم ما نلقاوهمش في السيسي كريم وفي البيبي كريم. اذا اسمها الاكريلاميد والاوكسي بنزون. والأكسيبانزون مواد سامة ونصيبوها بزاف، يسمى كيما تكونش الماركة معروفة بزاف. يعني مجهولة المصدر ولا ما عندهاش ترويج كبير؟ ما عندهاش ترويج كبير. شوفي، هي كاين منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، الأمريكية هي اللي تسلط الضوء على هذه المنتجات، ولكن للأسف ما كاش منظمة تدخل في إطار منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، يعني هي اللي تأطرها مباشرة، تسلط عليها الضوء مباشرة. ولكن الاكتشافات راهي يوميا في كما قلت لك منظمة تاع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نستخدم يستعملهم بالك في لاشين، بالك هنا في إفريقيا، بالك ما نلقاوهاش. صحيح، يعني كاين بزاف، يعني ما عندهاش رقابة قوية، خاصة لازم نقراوها بالك في الأسواق العشوائية. ياك يعني حنايا عندنا أسواق شعبية، صحة شهداء، مرشي 12، بالك نشوفوا بعض الأسواق أيضا في بعض المناطق الداخلية، هذوك اللي نتفاداوهم. نقراو الملصقات، معليش ما فيها والو، نشريها ماشي ما نشريهاش، تقدر تكون مليحه، وشنو هي نقراو الملصقات تاعها خاص تكون الرقابه فيها قليله. ايضا مواد ضاره نصيبوها ايضا في احمر الشفاه ثاني خطير جدا، والماسكارا يعني، لكن كان نشوفوا الغجلاف يعني حاجه نتناولوها، يعني كاين جزيئات من الاحمر الشفاه تاعنا اللي يجوز، وحتى فيما يخص الاعين كاين الاكيد جزيئات يدخلونا عندما نقوم يعني باستخدام الماسكارا والعين حساسه. بالنسبة للمسكارا كاين مادة الفلور اللي هي جينيرالمون رمضو كان نستعملو ووتر بروف، يعني مضادة للماء. المسكارا هذه أنا استعملوها بزاف باش ما نطلصوش، باش كي تيتغسي ما تخسرلكش، نستعملها بزاف، ولكن من الأحسن نتفاداوها غير للضرورة، زعما كي تكوني هابطة للمسبح ولا راحة البحر ولا. لماذا؟ خاطش يخدموها بمادة الفلور، وهذه مادة الفلور هي نفسها المادة اللي نلقاوها في المقالي وفي القدور المضادة للصق. يعني مادة خطيرة جدا، يسمى ماذا بهم يتفاداو شوية، يعني يستخدموها في الأواني من بعد يستخدموها نفس المادة هذه اللي يستعملوها في المقالي وفي القدور المضادة للصق. يستخدموها في إنتاج بعض مستحضرات التجميل. إذا هناك الكثير من العلامات والماركات العالمية المختصة في صناعة وإنتاج هذه المساحيق، اللي يعني مضات على اتفاقيات دولية باش تستغنى عن استخدام المواد الكيميائية الدائمة، يعني نقدروا لترطب والواتر بروف كما هو معروف، نقدروا نعموا بها، نقدروا نحوسوا بها. هذه المادات كاين ثاني فورمالديهيد، هي مادة مسرطنة ومعروفة جدا، ولكن للأسف نلقاوها تقريبا في جميع المنتجات، خاصة تمليس الشعر. أكيد ديجا قلتي لي خطرة على الأبخي شامبوان، قلتي لي وعلى شموضر نلقاو فيه الفورمالديهيد هذا.
نلقاوها ثاني في الغراء اللي نلصقوا به الرموش، ونلقاوها في طلاء الاظافر. مادة مسرطنة ومعروفة جدا، ولكن للأسف ما زالت مالك ما نتبهوش الأسواق. ما عندناش ثقافة أننا نقراو اللافتات ولا البطاقيات اللي تجي في ظهر المنتجات. قليل اللي يقراو. شوفي نلقاوها على شكل ام دي ام دي ماجيسكيل. كاين اللي يقراو كاين ما يفهمش واش معناتها. حنا كي نلقاو هكذاك روموز واحد وخلاص ما يقدرش يعرف شنو هي. انا لو كان مبحثش عليها ما نقدرش نعرفها وشنو هي هذه المواد. كاين العطور، حنا كي نلقاو كلمه عطر تجيك حاجه سامبل عطر ماشي حاجه كبيره، ولكن تحت كلمه عطر كاين مئات المواد الكيميائيه. من بين خلي هذاك العطر يشد النار باش يشد. من بين هذه المواد كما كتهضري كاين فتالان، هذا الفتالان هذه الماده تخلي العطر يلتصق بالجلد. نلقاوها في لي كريم بارفيمي، نلقاوها في لي جيل دوش باش تخلي العطر يدوم فيك مده اطول. نلقاوها خاصه في لي كريم، هذه الماده سامه بزاف. واش دير؟ تسبب مرض السرطان عافانا الله واياكم، وتسبب ثاني تسرع في البلوغ عند الفتيان والفتيات. نشوف يعني قبل الوقت تاعهم بلوغ مبكر. بلوغ المبكر نشوفه اكيد هذا يعود الى الخلل الهرموني اللي تؤدي اليه هذه المنتجات. نشوفه تاثر على الغدد الصماء. نشوفوا مع يعني الوقت اللي كثروا فيه المؤثرين، خاصه المؤثرين والمؤثرات اللي نشطوا في مجال التجميل. نشوفوا يعني الله يبارك عليهم الروتين، روتين المساء قبل ما يرقدوا اكثر من 10 منتجات يعني يواسيهم في وجههم. يعني تبدا من الغسول تاع الوجه، ومن بعد تروح تبدا الكريمات السيروم. يعني هذا من جهه تسويق، من جهه اخرى يعني وضع هذه الكميات الكبيره من مستحضرات التجميل يعني الكيميائيه، وراح تاثر على شريحه كبيره من يعني المتابعات تاعها للاسف. يعني حتى الترويج لبعض الماركات العالميه اللي معروفه انها ما تحترمش بعض المعايير. دراسه مؤخرا داروها لقاو باللي المراه تستعمل اكثر من 185 ماده كيميائيه يوميا. شوفي الكم الهائل، وتزيد ديريها باش تباتي بها. يسمك شوفي الخطوره تاعها وين راهي. تبقى ماده كيميائيه، ميم تقولي لي ترطب لي، ميم تقولي لي تبقى ماده كيميائيه. انا من الاحسن في الليل تغسلي وجهك بالصابون تنظفيه حتى يعني حتى الصابون كي يقول لك نولوا لصابون الطرف ما فيهش مواد كيميائيه. دوك نروحوا للصابون يعني كاين كيما قلتي فيه مواد كيميائيه بزاف. دوك نروحوا ليه. نغسل بالصابون ونشلل مليح بالماء، ومن الاحسن نستعمل زيت طبيعي او كريمه تكون طبيعيه. نقص على روحي المواد الكيميائيه. في الليل تكون لابو تاعك في حالة راحة، وبالتالي راح تمتص جيدا واش راهو كاين فيها، راح تمتص مليح. يسمى ماذا بيا تكون خالية من المواد الكيميائية، خالية على الأقل ترتاح. أكيد فترات هناك كريمة يعني معروفة يعني العلامة تاعها عالمية، هي ماركة ألمانية دون ترويج، نعطوا فقط بعض هكذايا الإشارات لها، لكن عندها رواج كبير جدا، وحتى حملات الترويج لها يعني ما شاء الله جهد كبير من اجل ترويج لها، انها يعني متواجده بكثره في السوق ومعروفه، وحتى جدتنا كانوا يستخدموها. لكن الاصل تاعها بترولي، يعني فيها مواد كيميائيه بترولية يعني وحتى الفازلين يستخدموه في الترويج، الاصل تاعو يعني بترول اكيد. يلا قبل ما نروحوا للوصفه الطبيعيه اللي جبتيها لنا اليوم، نهضروا ايضا على مده صلاحيه. كاين مده صلاحية صلاحية نصيبوها في المنتوجات اللي نشروها، وكاين مدة صلاحية هذه نقطة لازم نأثروا لهم، لازم الناس يعرفوها. حنا جينيرالمون كي تروح تقرا فابريكاسيون تقرا اكسبيديسيون، وقتاش راح وقتاش خدمت وقتاش راح يموت. بصح كاين وقتاش من بعد الفتح، بعد الفتح شحال حي يشد لك هذا المنتج تاعك قبل ما يتأكسد. فوالا تقدري انت هما كاتبين لك فيها 5 سنين باش يموت، انت كي حليتيه العام الاول مش معناتها حيقعد عندك 5 سنين مش راح يخسر المنتج تاعك. يقدر يسيبوا واحد الرمز علبة مفتوحة. هذيك معناتها وقتاش صلاحية تاعو بعد الفتح، تقدر تكون 3 أشهر، تقدر تكون 4 أشهر، ماكسيموم سنة. ماكسيموم هذيك تكون لو ماكس سنة. يسمى أنا جو بريفير كي يفتحوا العلبة هذيك يكتبوا
اليوم اللي فتحوا فيها باش يعرفوا المنتج تاعهم اذا مات ولا مازال صحي. مهمه جدا. اكيد اكيد. وثاني نقطه اخرى احنا نشوفوا في مستحضرات التجميل فيما يخص لو كان ثبتوا هذا الصوره هشام ويرافقنا اليوم انا لحقنا لهذا الرمز هاوليك الرمز اللي راهو يبان في الصوره هذا فيما يخص الاظافر تاع الفتح يعني 24 شهر راهم كاتبين رغم انه هذا ال 24 شهر الشهر منذ الفتح يعني من نهار حليناها حتى لو الصلاحيه تاعو راح تدوم 5 سنين حتى ولو كان تدوم خاصه طلع الاظافر احنا لو كان تصيبه وانت شريتيه عنده 10 سنين كيفاش الاظافر تقولي واش راح مش راح ياثر طيب شوف باش تستعمله ولكن في مواد كيميائيه خطيره وشوفي تاثر بزاف على الغدد الصماء يعني راح تاثر على السيستم اندوكرينيان على الموجود في الجسم تاعنا كامل كل حاجه في الجسم تاعك راح يصرى لها خلل وشنو هي الحاجه اللي ياثر عليها ثاني مرض السرطان راهو كثر بزاف مؤخرا خاصه بسبب السرطان كاين عندك لو باراب ما هضرناش عليه معليش احنا نفصلوا فيه مازال عندنا يعني الوقت الاسبوع المقبل اكيد حبيت لانه نروح للوصفه قبل ذلك اذا كل هاد المعلومات ناخذهم بعين الاعتبار نقطه فقط نوقفوا عندها لي شرو خلينا نقولوا الفارا بوبيير يعني تاع العين ايضا الفاراجو البودره هذا تديهم معها العروس الجزائريه كي تتزوج ويعيشوا معها حياتها كامل يقعدوا معها يعني عمرها كامل هي في بالها ما بودغ ما حاصر بصح هذيك لابودغ هي ديجا مواد كيميائيه هذيك مثلا التالك برك تقولي التالك واش يدير لي بيبي نديروا لهم التالك بصح التالك فيه مكون مواد كيميائيه فيه السيليكون فيه الاكسجين فيه المغنيسيوم التالك مؤخرا اش منعته بعض الدول ايه قال لك التالك ما تستعملوش بعض الدول يستعملوه احنا الامتصاص كي يتهراو الاطفال الاطفال مام الكبار ويستعملوه حتى الام كي تستنشقوا كاين الكثير من الامهات تنشقوا الطالك للحوامل ماشي مليح للمرضعه ماشي مليح يطوروا سرطان الرئه للاسف والابحاث يعني كانت تجمعاته هو بالدرجه يوميا راهم يكتشفوا يزيدوا يكتشفوا مواد كيميائيه خطيره جدا قد ما نقلوا الاطفال قد ما دوكا ولاو يوصفوا وجههم البنات يعوضوا به اللي عندهم اللي عندهم لابوغاس يستعملوا باش ينقص لهم لابغيونس وكذا ولكن ننصحهم ينقصوا كامل هاد المواد قد ما ينقصوا قد ما والان الادهى يعني انه البنات صغار ولو يتاثروا بهذه المؤثرات وحتى هما يعني يقعدوا قدام المرايا يستخدموا هذا المستحضرات يلا خلينا نخلو الوصفه بعد الموجز الاخباري نعاودوا نولوا اذا البارابان اللي تحدثتي عليه والموجود بكثره في كل منتجات مازال هذا الموجود رغم انه من 2004 اكتشفوا في الولايات المتحده في الخلايا في انسجه تاع خلايا سرطانيه سرطان الثدي لقاوه يتسمى المسبب الرئيسي سرطان الثدي للمراه وشنو هو؟ هو البارابان اللي نلقاوه دائما في الـ في الـ في لي دودورون نلقاوه في لي شامبوان نلقاوه تقريبا جميع المنتجات ولكن للاسف لحد الان ومازلنا كاين تحول يعني يقول لك صفر بارابان لكن الرمز تاعو موجود الناس اللي تعرف تقرا يعني نقول لك علاش هذيك في اوروبا سمحوا لهم باش يستخدموه ولكن بكميه قليله صرف ما تتجاوز 0.04% اسمها يكتبوا لك بارابان يكتب لك 0% بصح هي 0.04 وفي بعض الحالات يعني يكتب لك 0 بارابان لكن من جهه اخرى راح يعوضوا بماده اخرى المركبات تاعو يسمى من الاجزاء تاعو كما قلتي كاين شوفي يقدر يكون المنتج فيها 50 مادة مخدوم ب 50 مادة بصح كي ديكلاري ب 24 مادة ولا 20 مادة مش راح يقدروا يكتشفوا بلي كاين مواد أخرى لو كان ما يجيش ويشوف طريقة العمل تاع هذا المنتج ما راحش يعرف يديكوفري واش فيه مواد ولهذا احنا نلجأ إلى خبراء ومختصين في صناعة مواد التجميل كما أنت لكي حاضرة معنا اليوم والأكيد راح تعطينا وصفة طبيعية ننتقل إلى الجزء الثاني من فقرة عيش بيو عيش صحي الأكيد مشاهدينا إقبال النساء على تفتيح لون الشعر كبير جدا أليس كذلك؟ أكيد يحبوا النساء دائما يحبوا التغيير يحبوا
بالك يتحرق شعرها بصح تقول لك ما نزيدش نسبه صح ما يدورش عليها 3 شهور 4 شهور تحب تغير تحب تعاود تسبه اكيد. لكن المنتجات تفتيح الشعر اكيد عند فيهم الكثير من المواد السامه والخطيره ولهذا مباشره بعد الصبغات يلاحظوا التغير في الشعر تاعهم يحسوا باللي راح لهم شعرهم يعني شعرهم يقدر راح يروح كامل صحيح صحيح. يلا ادعوك الى الجلوس يعني بالقرب مني اليوم الوصفه استثنائيا راح نواسوها قاعده انا وجازيه اذا لانه نظرا لضيق الوقت اليوم في البرنامج معليش انا نعاونك شويه جازيه ما تخافيش. شنو هما المكونات تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم؟ اليوم درت لهم وصفه تاع تفتيح الشعر يعني قد ما يكون شعرك كلاغ راح يولي بلي كلاغ اذا كان فونسي راح يتكلاغ يعني درجة اللون تاعك راح تزيد تتفتح شوية هذا ما كانش يتغير اللون تاع شعرك ويبقى دائما في الطبيعي تبقى تبان طبيعي صبغة طبيعية يبقى يبان شعرك طبيعي وفي نفس الوقت راح تغذيه وراح ترطبه أكيد. يلا نشوفوا ونتعرفوا على المكونات تاع نهار اليوم. راني نشوف في البيض إذا نحب بيض صفار البيض فقط نبدا صفار البيض معلوم باللي صفار البيض غني بالبروتين ويرطب ويغذي الشعر للبشره وللشعر ممكن نستخدمه اذا صفار بيضه واحده رغم انه راهو غالي ما على باليش النساء اللي يتبعوا فينا راح يعني يعاودوها ويكون شعرها طويل كيما شعرك راح ديري زوج صفار خلاص يعني الرسمي من عندي ما راحش يستخدموا هذه الوصفه. يلا نشوفوا مكون اخر اللي هو الكركم على ما اظن. ايه عندنا الكركم هاوليك شحال نواسو الكركم جزيع؟ هو نصف ملعقه تاع كركم. الكركم على بالنا باللي فيه ماده الكركمين اللي هي تغذي الشعر وتساعد في تنشيط الدوره الدمويه راح تساعد في تنشيط الدوره الدمويه بالتالي تدفق الدم لبصيلات الشعر وهذا الشيء اللي راح يغذي لنا الشعر بقوه يعني راح يتغذى الشعر مليح من كي يوصل تدفق الدم مليح. وعندنا ثاني الزعفران زعفران ثاني معروف ويستعملوه كامل في البيوت الجزائريه. ثاني غالي شويه يعني متوفر من الاحسن يكون شعيرات باش نتاكدوا باللي زعفران حقيقي يعني حقيقي حر كما يقول حر خاطش راهم يديروا صبغات كي تعرفي اذا هاوليك الزعفران هاوليك يجي هكذا يعني شعرات يعني معروف لكن صحيح رانا نصيبوه مرحي يعني مؤخرا في الاسواق اذا هاوليك غير اذا كان اللي شريتي عليه كونفيونس يعني ثقه يعني عارفه من عند من راكي تشري ولا من الاحسن انا ننصحهم يشروه يعني غالي تاع الشعر لكن كي نشوفوا يعني مستحضرات التجميل دوكا راهم ثاني غاليين وماشي مفيدين ضارين بالدرجه هذه على الاقل كي متاكده واش راكي ديري صحيح كيف نديروا نصف ملعقه ثاني هاوليك من بعد هذا يغذي ويرطب شعره ويغذيها ومام مضاد للالتهابات يعني اذا كان عندك الحكه واذا كانت عندك حساسيه ولا راح يقضي لك عليها راح يهدئها. ايه ايضا نشوف الزيت عندنا زيت كاين انا جبت اليوم زيت اللوز ويقدروا يستعملوا زيت الزيتون ثاني زيت الزيتون ثاني غني باوميغا 3 عندنا زيت اللوز فيه البيوتين فيه فيتامين او راح يخلينا نمشيو ثاني هذاك يطريه ومام اذا كان عندك شعرك متقصف راح يرطبه لك راح يغذيه لك جميل. اذا شحال نواسو زيت اللوز؟ نديروا ملعقه ولا ملعقتين ما عنده حاجه شعري سما كي ديريه وتعطيه حتى اذا كثرنا له الزيت ما فيها والو ما مش راح شحال نقعدوا به قد ما راكي حابه شعرك يتفتح تقدري حتى تباتي به نقدروا يعني ما كانش ضرر المواد ما كان حتى ضرر ما هو طبيعيه تقدري حتى تباتي به لكي حابه يتفتح بزاف وشحال يشد ديريه وتروحي تشوفيه في تشوفي لاكولاغ تاع شعرك كيفاش راهي في المرايا حتى لو كان يعني فونسي شعر تاعنا خليني نوري الكاميرا ديدين راهو يرافقنا القوام تاعو يستعملوا بنسو على الشعر اذا يجي لنا هكذا هذا هو القوام تاعو يكون
هذه من شعرها قصير من شعرها طويل شعرها طويل لازم لها ثلاثه بيضه. اذا باش نستخدموا هاد الفرشاة كاين سبيسيال تاع الشعر نورمالمون كامل في البويوت في القلعه يبداو من الاسفل ويطلعوا حتى للفوق يقسموا شعرهم ويبداو من تحت يديروه ميم البنات يقدروا يستعملوه وحتى الدراري بالك لهم حابين يفتحوا لون الشعر تاعهم كامل يقدر يستعمل طبيعي وبالعكس راح يغذي لك شعرك راح تحسي بالنعومه تاع شعرك كي تغسلي راح تحسي تحسي بالفرق وكي تغسلي ثاني حاجه ما يستعملوش الماء يكون سخون هذه دائما نوصي عليها ما يكون دافئ يكون ماء فاتر من الاحسن اكيد فقط نسقسيك وحنا حديثنا اليوم عن مده الصلاحيه شحال يشد لنا هذايا لازم غير نواصل ديريها كامل نستخدمها ديريها كامل على شعرك هذه شكرا لك جزيا اللي ما عندوش الكركم يقدر كاين بديل ما كاين القرفه ماشي نستعملوا ثاني القرفه زعفران زعفران كاين بديل زعفران شوفي هو على جال اللون تاعو نفضل الزعفران خاطر قلت لك ديجا هو عنده ينشط الدوره الدمويه في هذه الحاجه اللي حتغذي لك شعر وحتقوي بصيلات الشعر باش الشعر تاعك ينمو صحي تحدثت على القرفه القرفه ثاني يقدروا يستعملوها يقدروا يستعملوها اذا ما كانش عندك مكونين ولا معاهم تقدري تزيدي نصف ملعقه تاع قرفه قرفه ثانيه يولي حال الشعر اكيد شكرا لك جزيا حمرات اخصائيه في صناعه مواد التجميل كنت ضيفتنا اليوم وتلاقينا كل يوم خميس في فقره عيش بيو عيش صحي شكرا على هذه الوصفه الجميله اللي قدمناها في ظروف استثنائيه اليوم